السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتعلم شلون نطلع النتائج والتقارير وسجل الدرجات لبرنامج اللجنة الامتحانية للنظام السنوي. بالفيديوهات السابقة أخذنا نبدأ عن البرنامج، والفيديو الثاني هو عن كيفية إدخال البيانات والمعلومات الرئيسية اللي نحتاجها. أما في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرف على شلون نطلع النتائج والتقارير ونسب النجاح. طبعا احنا هسه في هذه هنقول المرحله، او في هذا هنقول دخلنا كل البيانات مع الطلاب وتفاصيلهم ودرجات الدروس لكل ماده. دخلنا درجات طبعا سواء كان دور اول او دور ثاني. هسه مثلا المفروض هذا بالبرنامج خلينا ايضا بالدور الثاني على سبيل المثال، فهذه البيانات لكل درس موجودة خليناهم. فنقول أنا وصلت مرحلة دققنا النتائج وقلنا أوكي، ونريد نطبع النتائج أو نريد نطبع سجل الدرجات. طبعا الشيء الأول اللي هو عرض نسب النجاح على سبيل المثال، تريد تشوف نسب النجاح لهذه المرحلة، المرحلة السادسة مثلا الدور الأول. عندك العدد الكلي الطلاب اللي موجود 56، اشتركوا 56 طالب، نجحوا 34، بقوا 22 بالدور الثاني، واشترك من هذول 22 15، وبقى ونجحوا 5 فقط من عندهم، ويطلع لك هذه نسبة النجاح. هذا لكل دور طبعا بناء على عدد المشتركين. أما المرحلة الدورين هذه عندك الكلي اللي هو طبعا أكيد العدد الكلي، واللي اشتركوا بالدورين هو طبعا ياخذ الماكس مالته، والناجحين ايش قد نجحوا من التوتال. ما عندك 34 ب 5 39 واحد، وعندك العبور اللي هم طبعا اكيد بقوا بدرسين، والراسبين عندك 2. فطبعا اكيد هذا المفروض مجموع هذول المفروض 56 طالب، هذول اللي يعني اللي العفو اللي اشتركوا ونجحوا والعبروا والراسبين اكيد المفروض 56. ونسبة النجاح العفو نسبة النجاح هذه فقط، ونسبة النجاح مع العبور، هذا يضيف كأنه العابرين يعتبرهم مثل الناجحين ويطلع نسبة النجاح. هذه طبعا بيانات يطلبوها أكيد قبل مصادقة النتائج. هذا طبعا يعطيك تفاصيل لكل درس، هذه طبعا بعد تفاصيل أكثر لكل درس، نسب النجاح بالسعي، نسب النجاح بالدور في درجة الامتحان، والمطالبين بالدور الثاني ايضا اعدادهم، هذه يفيد باللجنه الامتحانيه، ودرجه امتحان الدور الثاني، وطبعا نسب النجاح الكليه لكل درس ايضا. فهذه تفاصيل يعني تعطيك معلومات مفصله على كل درس وايش قد نسبه نجاحها بالسعي او بالامتحان او بالدرجه الكليه. فهذه هي نسب النجاح، تقدر تطبعهم مباشره صفحتين. تقدر تروح الى الان الى نتائج وتقارير. طبعا بالنتائج والتقارير تلقى بي مجموعه كبيره من بيانات، تقدر تشوفن نسب النجاح الكلي اللي هو هذا نفسه شفناه، عفوا المعلومات الاخرى اللي هي معلومات عن القرار، هذه معلومات عن القرار طبعا هذه فقط يعني فور فيو او للطباعه، تقدر تشوفن فكل طالب ايش قد اخذ درجات قرار يعني خلال هاي نقول هذه الدروس، وقايل لك معلومات الدروس. مثلا اكو درس اللي هو اخذ قرار مثلا فقط في وظائف الاعضاء، مثلا هذا اخذ بالتشريح واخذ بالكيمياء قرار زين، فانا راح يقول لك وين اللي اخذ قرار، هنا مجموع درجات القرار. دي مرات دي التدقيق، شوف انه كل واحد ايش قد اخذ قرار. النتائج هذا هنقول الخانه اللي بيها النتائج، هذه طبعا يطبع لك 51 نتيجة بالمرة الواحدة، يطلع لك هنا بكل صفحة بيها 3 نتائج مع الطلاب. هذه النتائج طبعا هنا الدرس يعني هنقول التقدير مالت الدرس، وايضا طبعا التقدير النهائي. طبعا هذا كنا احنا مدخلين بيانات الدور الثاني فيطلع لك النتائج النهائية هذه، وايضا اذا اكو درس اخذ به قرار راح يطلع قدامه انه هو اخذ قرار، واذا طبعا اكو درس مستوفي راح ينكتب قدامه مستوفي. هسه شلون هذه مثلا هو مستوفي بهذا الدرس ويطلع قدامه مستوفي.
زين، اذا تريد تطبع ال 51 الاخرى فقط تنقل نقره واحده، راح يطلع لك طلاب من 52 الى 102 وتقدر تطبعهم. طبعا طباعه مباشره، هذه هو اي 4 قبل تقول له برنت، راح يطبع لك هنقول الصفحات اللي موجوده بها هذه النتائج 51 نتيجه. هذه طبعا تفيد اذا كانوا طلاب عددهم قليل، تقدر تطبع عن طريق هذا الاكسل، او اذا كان اعدادهم هواي تطبعهم كلهم مره واحده، تروح الى الملفات اللي هي مرفقه ايضا بالبرنامج. هذه راح نشوفها هسه بعدين. هذه هسه النتائج، تقدر تروح الى سجل الدرجات، نفس الحاله سجل الدرجات تطلع لك 30 طالب بالمره الواحده، كل صفحه بها هنقول خمس طلاب، او عفوا ست طلاب بالصفحة الواحدة، فيعطيك ست صفحات بالمرة الواحدة. طبعا إذا تيجي ست صفحات الأخرى فقط تقول له نيكس، راح يطلع لك الطلاب هنقول أو الأعداد اللي بعدهم، يطلع لك طبعا معدل مرحلة، معدل تخرج، وهي كلها التفاصيل اللي هي معروفة في سجل الدرجات. وقلنا هذا اذا تقدري تطبع اعدادهم قليله تطبعهم من الاكسل، تمام. واذا تريد كل الاعداد ايضا تروح الى قالب سجل الدرجات وتطبع من عنده، هنقول السجل للمرحله كلها. اما بالنسبه لبطاقه الطالب، هذه طبعا بطاقه الطالب هذه يطلع لك بطاقه، يعني ما يطلع لك بطاقات كثيره. اذا تريد تطبع البطاقات للطلاب كلهم فايضا تروح الى قالب بطاقة الدرجات حتى تقدر تطلع الدرجات أو القالب أو عفوا بطاقات الطلاب للمرحلة كلها. هذه لكن إذا تي طالب محدد تطلع بطاقته، تقدر تطلعها وتطبعها بوحدها، يعني منفصلة، يعني منفصلة. طبعا أيضا ما تقدر تغير أي شيء هنا، مجرد فقط فور ريفيو. هذا نجي للتقرير العام. هذا التقرير العام جدا مهم، يعني يطلع كل، يعني هنقول الفاينل، هنقول للطلاب اللي هي بيها نتيجة المرحلة، يعطيك النتيجة ومعدل المرحلة والتقدير والتسلسل مال المرحلة، معدل التخرج وتقدير التخرج وتسلسل التخرج، ويعطيك دروس الرسوب إن وجدت. إذا طالب طايح بالدروس أيضا راح يعطيك، يعني هنقول تفاصيل طلاب هذا. هذا تقرير عام، يعني فقط ايضا للطباعة، ما بي اي فلتر ولا بي اي شيء، تقدر مباشرة تطبع كل الطلاب. التقرير حسب الدروس الرسوب، هذا تقرير جدا مهم، خاصة من يصير عندنا دور ثاني ونريد نطلع الطلاب اللي راسبين بكل مادة. طبعا تقدر، راح اشوفك، وهذه المنسدلة بيها فلتر، مثلا انت تقول لي اريد تطلع لي بس شعبة A بس شعبة B، تقدر يعني منها تحدد مثلا اريده بس شعبة A، طبعا اذا اكو شعبة B راح تلقاها، وتشغل الفلتر وتقول له اوكي، بس انا اقول لك كانسل. وايضا التسلسلات تقدر تسوي له فلتر، الاسم تقدر تفلتر. هنا عندك قدام كل درس، يعني افرض بعلم الادوية واحد قال اريد اطلع الطلاب اللي راسبين بهذا الدرس، فقط تدخل للمنسدلة وتقول تشيل سيلكت اول وتقول له فقط الراسبين اظهر لي اياهم بهذا الدرس، فتقول له اوكي، راح يطلع لك فقط الطلاب اللي راسبين بهذا الدرس. هذا طبعا يفيد ب تعرف عدد الطلاب واسماء الطلاب اللي راسبين بهذه المادة. احيانا طبعا بالدور الثاني تسوي جدول قاعات او للامتحان، فتحتاج الاعداد في كل درس. افرض اريد اطلع الاعداد اللي راسبين بهذا الدرس، طبعا لازم اشيل الفلتر، اقول له سيلكت اول، هذا مهمه، وبعدين اروح اسوي فلتر اخر اللي هاي الماده، مثلا اقول له بس طلع لي الراسبين بهذه الماده، اوكي، فتشوف يطلع لك له. اذا اريد غير ماده قلنا لازم اقول له سيلكت اول واقول له اوكي، وارجع اسوي لي فلتر على اللي يعني اريده. مثلا اريد اطلع الطلاب اللي امتحنوا بدروس العبور، مثلا اقول له شيل لي كل الفارغات، اوكي، وطلع لي كل الطلاب اللي عندهم عبور، راح يطلع لك هنا، اوكي. طبعا ايضا تقدر تضيف فلتر اخر تقول له طلع لي الراسبين، طبعا هنا ماكو راسب، لو كراسبين طلعت هنا، فايضا
تشيل التحديد وتقول له فقط الراسبين طلع لي وياهم، وتقول له اوكي راح يطلع لهم. ايضا يعطيك كانه تقرير بالراسبين بدرجات او دروس العبور. طبعا تاكد انه لازم ماكو فلتر حتى نسوي فلتر اخر. طبعا شلون تميز اكو مسوين فلتر؟ هسه راح ادخل زوم، يعني هسه افرض انا سويت فلتر لهذا الدرس مثلا، قلت له اريد بس الراسبين بهذا الدرس، تقول له اوكي راح اشوف هاي العلامه، شوف هاي العلامه تغيرت شكلها، شوف هاي الطبيعيه، هذا ما بيها فلتر، هذا بيها فلتر. اوكي، فحتى تتاكد يعني المفروض كلهم سلكت اول، وحتى شغل لك اي فلتر اخر. هذا طبعا يفيد قلنا بمعرفه الراسبين بدرس محدد معين من طبعا انت ما تقدر تسوي اي شيء بهذا، هو مقفول، فقط بالفلتر تقدر تغير. طبعا اذا دخلت للبرنامج، افرض انا غيرت واجيت للفلتر، افرض هذا احمد باسم يعني هذا كان راسب وانا عدلت درجاته ونجح، فلما اجي للتقرير ما القى متغير، يعني ما القى كل الطلاب اللي اريدهم. فلازم اسوي لك اي خطوه معينه هنا بالفلاتر، وكانه يعني تقول له شيل السلكت اول، ترجع تقول له سلكت اول، وتقول له اوكي حتى يتحدث عن هذا من جديد. يعني هذا الفلتر ما يخلي لك تحديث اوتوماتيك، يعني لازم تسوي لك اي خطوه على مود ترجع يحدث لك البيانات. يعني لما اريد انا قبل لا اطبع اسوي هاي الخطوه، احدد سلكت اول وارجعه واقول له اوكي على مود يحدث لي البيانات اللي موجوده بهذه الصفحه. هذا كلش ضروري اسويه يعني لما تريد تطبع التقرير. بالنسبه لتقرير المرحله، هذا تقرير المرحله يعني ايضا كل طالب ونتيجه والمعدل والتقدير والتسلسل، هذا طبعا نفسه هو التقرير العام، لكن هنا تقدر تشغل الفلاتر به. يعني مثلا اريد نتائج تقرير بالطلبه الراسبين، مثلا الراسب والمكمل، يعني ما اريد ناجحين يطلعون، فاقول له بس طلع لي الراسبين والمكملين، راح يطلع لك لسته بالطلبه الراسبين وقدامهم دروس الرسوب. هذا طبعا مرات احنا نسوي تقرير للطلبه الراسبين بواحد، وبعدين اسوي تقرير للطلبه الناجحين فقط، يعني اشيل الكل واخلي بس الناجحين، يطلع لي يعني هنقول لسته فقط بالطلبه الناجحين. هنقول هذا اريد تقرير الطلبه الناجحين، كل طالب معدله ويطلع لك تقدير والتسلسل مالته. طبعا هاي تقدر تاخذهم الى ملف اخر تسوي لهم تسلسل جديد، تقدر تسلسلهم. وكيف يعني هذه منها من الفلتر، تقدر تطلع هنقول اللي تريده يعني تقدر تخلي تطلع بس المكملين، ولو احنا حاليا ما عندنا مكملين، مثلا قلنا بس المكملين طلعهم اللي طبعا راسبين باربعه، فطلع لك المكملين، او بس المكملين والراسبين هذه طلعهم. طبعا اذا تسوي غير فلتر هنا فلازم طبعا قلنا سيلكت اول ترجعهم وترجع تشتغل غير تسلسل. هذا هنا عندك الدور مهم. شنو الدور مهم؟ هذول مثلا انت افرض لي يسوي قائمه اللي نجحوا فقط بالدور الثاني، اللي نجحوا فقط بالدور الثاني، ف يعني تقول له هذا بالدور، طبعا هو خارج الطباعه لانه هذا ما يعني شيء بالنسبه لهذا، فانت افرض هذا التقرير تسوي لي الدور الثاني، فتقول له طلع لي فقط اللي الدور الثاني. هذا الدور الثاني راح يطلع لك فقط اللي نجحوا او فقط القائمه الطلاب اللي نقول نجحوا او امتحنوا بالدور الثاني. طبعا اذا تطلع بس الناجحين، بس هذا الفلتر شغلته بس دور ثاني، واقول له اريد بس الناجحين، فهسه هذول الطلاب اللي نجحوا بالدور الثاني، او اقول له الطلاب اللي مثلا رسبوا بالدور الثاني هذول. اوكي، فهذه الدور يفيد اذا تريد تفصل طلاب اللي يعني امتحنوا يعني سوي احيانا قائمه للطلاب الناجحين والراسبين بالدور الثاني، فحتى تميزهم تقدر هذا الفلتر الشغله. اوكي، هسه راح اسوي سيلكت اول وهذا الدور ارجعه خلي الكل. اوكي، فمثلا ارجع افرض انت بالدور الثاني، واحد قال لك اريد القائمه اللي نجحوا بالدور الاول، فتقدر تقول له هاي الدور الاول وطلع لي الناجحين بالدور الاول، اللي هو هذا الدور الاول، هذا راح يطلع لك اللي نجحوا بالدور الاول. اوكي، فهذه بعد تبقى حسب استخدامك للفلتر.
هذه طبعا لازم الكل. اوكي تأكد كل ماكو فلتر بين، احنا قلنا شلون نعرف الفلتر، اذا انت محدد اي شيء تصير علامة، هذا علامة الفلتر شغالة، فشوف لازم مثلنا للكل حتى الفلتر يلغي. هذا ما يخص تقرير المرحلة، تقرير التخرج نفسه بالضبط طبعا نفسه، بس هذول الناجح هو ذي تخرج اكيد. فطبعا ايضا هسه هذا مش مشغلين فلتر، شيل الفلاتر حتى تعرف بس هذا انه ماكو اي فلتر. فهذول الطلاب اللي نتيجة المرحلة ونتيجة التخرج، مثلا تريد اللي نجحوا فقط بالدور الأول طلع لي فقط الدور الأول طلعهم، اللي نجحوا فقط بالدور الثاني تقدر تطلعهم نفس الترتيب، هذول فقط اللي نجحوا بالدور الثاني. أوكي طبعا النتيجة تريد تقول له النتيجة فقط اللي نجحوا، أو مثلا فقط اللي نجحوا، مثلا شيل العبور تخلي بس الناجحين، راح يطلع لك هذول فقط الناجحين بالدور الثاني. هذه الفلتر مهم لهذا، طبعا هو طلعناه برا هنقول حيز الطباعة باعتبار هذا ما نحتاجه، يعني هذه انت اذا تيجي تطبعهم في الفورمة مالتكم مال الوورد تقدر هذه تاخذها كوبي وتوديها للوورد، وتقدر تسلسلهم من جديد الى اخره، هذه تقدر ترتبها. هذا بما يخص يعني التقارير. نرجع علما اذا نريد نطبع النتائج او سجل الدرجات او بطاقه الدرجات عن طريق الوورد، بس هذا ان كلهن تقدر عن طريق الاكسل تطبع بعض الصفحات من سجل الدرجات او النتائج، وتقدر تروح للوورد. طبعا حتى تستخدم القالب مال الوورد لازم انت تطلع من الاكسل، تكون خازن البياناتك ومكملهن وتروح علما الى الصفحة هذه الملفات في المرحلة السادسة مثلا، وتروح على قالب النتائج. طبعا قالب النتائج وسجل الدرجات وسجل الدرجات نسخة اللجنة وقالب البطاقة نفس الإجراءات. هنا حاط لك يعني ملاحظة لطباعة النتائج، هسه راح نرجع لها بس أتذكرها. عندنا قالب النتائج، المفروض أريد أطبع النتائج للمرحلة طبا طبعا هذه لانه انا الملف القالب غيرت اسم الفولدر، فهذا يعطيني ايرور، بس هي بس تقول له اوكي تستمر، وتقول له اوكي تقول له اوكي وفايند داتا سورس. طبعا اذا انت سويت رينيم للفولدر احيانا تطلع لك هذه الرساله، بس هي تقول له فايند، راح يطلب من عندك هذا الملف في القالب النتائج وين يكون مربوط، لازم تقول له مربوط في الملف مالتنا اللي هو هذا المرحلة السادسة مثلا الماستر، وهذا تقول له مربوط في الماستر، فتقول له اوبن. فمن راح تقول له اوبن راح يقول لك هذه النتائج وين تكون مربوطة في اي تاب، لان هذا بي تابات هواي الاكسل يعني برنامجنا، فلازم تقول له في الاول ريزلت. هذه اول ريزلت هذه مذكورة في هذه الملاحظة، يقول لطباعة النتائج يجب أن تكون القوالب مرتبطة في الماستر ومع التاب المسمى All Result. طبعا إذا تريد تطبع سجل درجات أو بطاقة درجات لازم تروح تقول له، يعني من يطلب منك هاي المرحلة ما تربطه بال All Result، تربطه بالكارت. هذه طبعا إذا مغير اسم الفولدر هذه، لأن أغلب الوقت ما يطلبه من عندك، يعني هو يكنك أوتوماتيك، لكن لأن أنا غيرت اسم المرحلة وخليت الفولدر فحتى يتعرف من جديد على مكان ال هنقول البيانات. فاوكي فهسه قلت له بما انه انا جاي اطبع نتائج اقول له مرتبطه بالاول ريزلت، قل له اوكي، راح طلع لي قالب النتائج. هذا قالب النتائج طبعا هو مربوط مع ملف الاكسل، في الصفحه الواحده طلع لك نتيجتين. هنا عندك بالميلينج، بالميلينج هو طبعا بالميلينج مرتبط بهذا الاكسل، وهنا يطلع لك تقدر تقلب بالطلاب اللي تريد تستعرضهم. هنا هذا الطالب الثالث هنا شي رقمه، وهنا كل طالب وقدامه يعني نتيجة كل درس والملاحظات ان وجدت. اوكي
مثلا هذه هذا اللي عنده درس قرار، هذا عفوا دروس عبور، شوف رياضيات بين قوسين عبور عدد الوحدات 2 متوسط، مثلا هنا هو ماخذ قرار بهذا الدرس، فهذه نتيجة الطالب. طبعا هذا يقلب لك نتيجة نتيجة، احنا نريد نطبع كل النتائج. طبعا انا اعرف عدد الطلاب اللي عندي، مثلا 50 طالب بهاي المرحلة، فاروح finish and merge، هذه نختارها. اذا اريد اطبع مباشره من هذا اسوي بي دي اف، او اذا اريد اسوي النتائج على شكل ملف وورد كلهم. هذا لا تنسى احنا ما فاتحين القالب، القالب مو هو اللي تطبع من عنده، القالب اللي من عنده تقدر تولد لك ملف ثاني بكل النتائج. فتقول له edit individual document، وتقول له يابا طلع لي طلاب من 1 مثلا الى 50، انا اعرف عدد طلابي مثلا 50، واقول له اوكي راح يولد لك ملف جديد. شوف هسه ولد لك ملف جديد اسمه لتر 1 بنتائج كل الطلاب اللي هم هذول ال 50 واحد، ملف واحد هذا وورد تقدر يعني شوفه، ما يعني بعد ما يكون مرتبط بالاكسل، بس اخذ نتائجه من الاكسل مره واحده وانتهى، فيطلع لك هذه النتائج. طبعا هذه تقدر تخزنها تحولها بي دي اف او تطبعها كملف وورد اعتيادي، وهذه طبعا اكيد من تسحبها تقصها وتوزعها للطلاب. هذه النتائج، هنقول قالب النتائج، يعني طبعا راح يطلب لي تخزين، قل ما اريد اخزن انا، وهذا القالب بقى على حطته قالب، اما طبعا قل لي احفظ تقدر تجيبه. هسه هذه قالب النتائج طبعا سواء كان دور اول او دور ثاني، بالدور الاول يعني هنا هو نتائج الدور الاول، هذه بس تكتب نتائج يعني بس الدور الثاني، وانا راح اسوي لكم هو قالب بنتائج الدور الثاني مباشره، كل شيء ما اسوي فقط تربط الملف بالاكسس. شوف هسه انا من فتحت القالب ما قال لي وين مرتبط، لان انا سبق وان فتحته بهذا الفولدر، ما يعني اخذ الدل المكان، لكن اذا اريد افتح مثلا سجل الدرجات، طبعا سجل الدرجات عندنا نسختين، نسخه النسخه الرسميه وعندنا نسخه اللي هي نسخة اللجنة الامتحانية، طبعا نفسهن لكن اكو فرق بسيط بهن، اللي هو بي مثلا وين درجات القرار ضايفين. فمثلا لو افتح قالب سجل الدرجات، طبعا نفس الحالة بالنسبة لهذا، هو كل شيء هو نفسه بالضبط. طبعا راح تفتح هذا يقول لك هذا مرتبط بتاب اسمه كارد، تقول له يس. طبعا لين غيرنا الفولدر اسم الفولدر راح يقول لك ايرور، بس طبعا هذه يقول لك كله اوكي. اوكي وانا فاين داتا سورس، هذا اذا تغير قلنا، وتروح تقول له وين المرحله السادسه، وتقول له مرتبط بالماستر، قل له اوبن، راح يقول لك يا تاب. هسه احنا شنو فتحنا؟ سجل الدرجات. حسب الملاحظات يقول لك اذا سجل الدرجات او بطاقه الدرجات تربطه بالكارت، وين الكارت؟ هذا الكارت هذا، وتقول له اوكي، راح ارتبط السجل بالبيانات. طبعا هذه الكتابة حاليا باللغة هنقول الأحرف العربية اللي هي طبعا انجليزي احنا نقول عنها. هذه طبعا تروح للأوبشن، إذا تي تطبعها بالعربي تروح بالأوبشن مالت الوورد، وتروح أدفانس وتقل هندي، طلع لي الأرقام حتى يحول لك إياها يعني للعربي. هذا سنقول شيء رسمي. وهذا ايضا سجل الدرجات يطلع لك 6 طلاب بالصفحه الواحده. طبعا اذا تريد كل الطلاب، اما تروح الميلينج فينيش اند ماريج اديت انديفيدوال دوكيمنت، وتقله من 1 الى 50 طلع لي، وتقول له اوكي، راح يطبع لك ملف جديد شوف بطلاب كلهم بملف وورد واحد. طبعا هذه اكو بعض الـ يعني هنقول الجامعات المقاصه تخلي لونها ازرق، فهذه اللي طبعا اعداد محدوده تقدر تسويها مانوال، يعني هنقول تحديد ذاتي تسوين ازرق على سبيل المثال، لكن هو يعني موجود هسه بديفولت هو كله اخضر هذا دروس العبور. بالنسبه شنو هسه هذا نسخه اللجنه الامتحانيه، طبعا فرق فقط هذه الاضافات اللي ضايفينها للسجل. هذه هنا شنو الملاحظات؟ مثلا اذا هذا الدرس اذا طالب اخذ قرار يكتب له قاف زائد 1، يعني اخذ قرار بهذا الدرس درجه واحده.
هنا يطلع لك مجموع القرار، ايش قد اخذ، كم درجه قرار. زين اذا هو مستوفي بهاي الماده يطلع له ميم سين، انه يقول لك هذا هذا مستوفي بهذا الدرس. اوكي يعني هذه الملاحظات تحتاجها، مستوفي او قرار، يطلع لك قاب زائد واحد مثلا، هذا ماخذ قرار درجتين بالدور الاول، قاب زائد اثنين. اوكي هاي الملاحظات شوي مهمه بال هنقول بنسخه اللجنه الامتحانيه، يعني فرق فقط بسيط يعني بالسجل. هسه هذه السجل للدرجات نسخه هنقول نسخه اللجنه الامتحانيه، طبعا نفس الشيء بالنسبه لنسخه او سجل الدرجات الرسمي. قالب البطاقه نفسه بالضبط، اما تقول لي يس هذه اوكي 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 فايند ديتا سورس، بنروح مثلا المرحله السادسه نقول له الماستر واقول لك وين مرتبط بالكارت، قول له اوكي. هذا يطلع لك قالب بطاقه الدرجات، طبعا بطاقه الدرجات لل هنقول لهذه المرحله، وايضا اذا تطبع كل الطلاب ميلينج فينيش اند ماريج اديت انديفيدوال دوكيمنت، وتقول له من 1 إلى 50، وتقول له اوكي، راح تطلع لك كل البطاقات بملف واحد. طبعا اكيد تدقق لازم وشوف وتحول. طبعا هذا يطبع كل سنه بطاقه درجات، فانت كل سنه تجمع البطاقات تجمع الملف واحد، ويعني تعتبرهن هنقول بعدين راح تخزن ملف واحد للطالب. اوكي فهذه هنقول القالب بطاقه الدرجات وطباعه، يعني الشيء المهم هو النتائج وسجل الدرجات وبطاقه الدرجات للطباعه. وقلنا احنا هذا انه ممكن نطبعهم عن طريق الاكسل داخل الاكسل، لكن طبعا بمحدوديه شويه، انا تقدر نطبعهم كلهم بصفحه واحده. اتمنى انه يكون هذه البرنامج مفيد في تسهيل عمل لجان الامتحانيه. شكرا جزيلا لكم، تحياتي.